صلي لأجل بركة للناس اللي معاك في الاجتماع دلوقتي. قول يا رب بارك الناس اللي قدامي وورايا يميني وشمالي، اتلامس معاهم واتكلم انت إلى أذانهم وإلى قلوبهم. صلي كمان لأجل الناس المتأخرة، ابعتهم في ملء القوة والبركة. إبليس ما يعطلش أي حد عن البركة اللي الرب مجهزها لكل أولاده وبناته في هذه الليلة. صلي لأجل فرصة التسبيح، صلي لأجل الكلمة اللي الرب هيكلمنا فيها. قل له عايزين نشوف مجدك النهاردة. يا رب من كل القلب بنشكرك، بنعظمك لأنك موجود في وسطينا، نشكرك لأنك حاضر بالروح القدس، وأنت اللي وعدت إني حيثما الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. وقع كل قشور من على عينينا علشان نشوفك النهاردة، واتغاضى عن كل ضعف وتقصير فينا، ودينا ان احنا نشوفك بعينين الإيمان. بصلي لأجل نفسي ولأجل إخواتي اللي موجودين في القاعة، وكمان بصلي لأجل الناس اللي هيشاهدونا على قناة الكرمة. بصلي لأجل الناس اللي جاية في ملء القوة والبركة تبعتهم لينا يا سيدنا الرب. بصلي لأن كل فقرات الاجتماع تشاور عليك وتقول انت ينبغي انك تزيد ونحن ننقص. في اسم الحبيب يسوع بنصلي وليك كل المجد، امين. جميل ان احنا نقعد قدام الرب، وجميل ان احنا نتقابل مع ملك الملوك ورب الارباب. فرصة عبادتنا هيكون معنا الاخ مرقص، هو الاخ اسحاق حصل جاي من سفر يعني، وغالبا المواصلات والمطره والجو عاقه شويه، لكن لو جه هنبتدي معاه يعني. لكن الاخ مرقص ربي يباركه، بيستخدمه في كل مكان. كمان الاخ مرقص هيبقى موجود معانا في فرصه العباده. خلينا كلنا نشترك في العباده والتسبيح للرب واحنا بنهتف لملك الملوك ورب الارباب الموجود في وسطينا. طيب خلينا نشاور عليه كده ونقول له انت صالح، انت صالح، صالح في كل الامور، صالح في كل الظروف. رب حنان ورحيم طويل الروح. خلينا نرنم مع بعض كلمات المزمور دي. الرب حنان ورحيم، طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. كمان مرة، الرب صالح للكل.
أفضل. لكن طالما جيت اجتماع انت مش جاي هباء، اعتقد كلنا جايين مش عشان نضيع وقت وخلاص، لكن ده وقت نتلامس فيه مع حضور ربنا. فتعالى كده قول له خلي حضورك يملى عني يا يسوع، قول له انت مستحق انك تاخد كل مجد، كل سجود وعبادة، كل اكرام وحمد من كل القلب. تيجي نقف كلنا، تعالوا بينا نقف كلنا ونقول له عايزين حضورك يملى حياتنا، يملى كياننا. أمين أمين. خلينا نشارك كلنا مع بعض. حضورك يملى عليا يا يسوع.
يروى عليا تشوف فلتك بي وجهي مكشوف فلح دورك يطلع عليا ما فيش أحلى من حضورك تكشف الأسرار. خلينا وإحنا في محضره كده تصدق إنه هو قريب قوي من قلبك النهاردة، قريب منك، هو عن كل واحد ليس ببعيد. قول أنا بصدق في حضورك النهاردة في وسطينا، قوله بصدق إن روحك يا رب يتلامس مع أعماقي النهاردة وتغير في اسم يسوع. خلينا نصلي كلمات الترنيمة دي، بتقول أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود، كل أساوة قلب النهاردة تدوب في محضره. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود، أنت قدوس المبار. كم حد صدق النهاردة أن في شخص الرب بس النهاردة ممكن كل قيود تتفك، كل سلاسل وربط تتفك في اسم يسوع. ما رأش الروح القدس قادمة للترنيمة دي النهاردة، لكن خلينا نكون بنصلي كلمات تصدق ان الرب يفكك النهاردة في محضره. أمين؟ كم حد مصدق كده؟ مجد للرب. خلينا نشارك مع بعض. أنت تحط
تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار وكل قلب في دموع بلمستك يحال نار أنت بالحب تسود أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود أنت قدوس وبار والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا ولا أنا بروحك من جديد فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد بك تهتأ البحور أنت تمنح السلام أنت تغفر الشرور أنت تسطر الأثام أنت للقلب سرور أنت للنفس شفاء والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا ولا أنا بروحك من جديد فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه مع بعض قالوا تفكس رحمة يدوي خلينا نقف نختم بالترنيمة دي نكسر رب لا مجد للمسيح يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا تفكس رحمة يدوي ويعلن نصرنا فيه واليوم اجي الشعب اللي مستنيك ومعايا مكتب يا رب اللي فداني بدمه على الصليب روحي وعقلي ويا سالي عصر وحبيب اسمه الوعود همجد اسمه اعليه وفين زمان الغربه يفضل قلبي يرنم ليه غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا تفكس بحنا يدو ويعلن نصرنا فيه واليوم اجي قلقوا الشعب اللي مستني ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه وسط الحرب ووقت الضيق برفع قلبي ليه وعده يثبت فيا ايماني خليني اعتب ليه بقيوس سجون وجيوش حروب في اسم يسوع إيماننا مجدا للمسيح غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا اسم المسيح رافعين صليب الرب ده احنا الدم مفتوحين جالبين جلود الشر باسمه دايما منتصرين غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه خلوا القفص ده احنا يدور يعلن نصرنا فيه واليوم اجي قلوب شعب اللي مستنيه ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه استريح.
ادينا فرصه نسمع صوت الرب على فم اخونا الغالي الدكتور عماد. نشكر الرب موجودين في محضر الرب وقدام كلمته المقدسة. جينا عدد كبير من الأحباء جي رغم أن الجو يعني ساقع شوية من امبارح، لكن أكيد الرب وإحنا موجودين حواليه وحوالين الكلمة يدينا طعام من عنده يشبع به قلوبنا ويشاور على احتياجاتنا ويشجعنا تشجيع مختلف. أمين أمين أمين. حاجة مبهجة يعني احنا نكون موجودين في الاجتماع من حوالينا الرب. هقرا جزء من كلمة الله وبعدين هنصلي مع بعض صلوة نطلب فيها وجه الرب لأجل إرشاده لينا لكلمته. رب يبعت رسالة خاصة لكل حد فينا. نصلي لأجل أخونا المحبوب المرنم. الظروف يعني المواصلات والظروف الجوية عطلته، الرب يوصله لينا بالسلامة. أمين. إذا بالإمكان حد يقدر يقف. أمين. ما نقدرش إحنا هنقرأ جزء صغير من رسالة روميا أصحاح واحد. روميا واحد الجزء الأول من الأصحاح. روميا واحد الجزء الأول من الأصحاح. خلينا نتابع القرايه مع بعض يعني واحنا بنقرا كل واحد فينا يقرا اذا بيقدر يقرا بصوت عالي شويه اذا نقدر نقرا في سرنا، بس المهم نقرا الجزء الاول لغايه عدد 21. رومية واحد كده بيقول الروح القدس: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسه عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح. إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قدسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مع بعض الجزء اللي فاضل الأخير. أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. آخر عددين: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله
لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. آمين. وإحنا واقفين، إحنا الموجودين في القاعة قدام الرب تحت أو فوق، كل الأحباء والناس اللي بيتابعونا على الشاشة، تعالوا نرفع ونصلي من قلوبنا للرب، قلوبنا مرفوعة، عيوننا مش مشغولة بحد تاني، وإحنا كنا بنعلن إن إحنا منتصرين، فرحانين، متشجعين، موجودين من حوالينا الرب. إحنا جعانين وهو عنده طعام بيشبعنا، إحنا تعبانين وهو عنده كلمة ممكن تريحنا أو بالتأكيد تريحنا، إحنا محتاجين وهو يملأ كل احتياجاتنا. تعالوا كلنا نوجه صلواتنا للرب النهاردة، كل واحد فينا، كل واحدة، أنا وإنتي وإنت، لأجل الرب يتحنن علينا، يتنازل قدام الكلمة المقدسة بقوة وحضور الروح القدس فينا. إحنا مجتمعين لأجل اسم الرب النهاردة يتكلم ليا كلمة شخصية لقلبي. أنا محتاج بداية جديدة، أنا محتاج لكلمة جديدة، أنا محتاج لتشجيع جديد. تعالوا في الثواني اللي فاضلة دي، كل حد فينا لأجل نفسه، لأجل نفسها، صلاة من قلبي للرب. يا رب كلنا جئنا قدامك عندنا ثقة غير محدودة في شخصك، في صلاحك، في حبك، ليس فينا وليس لأجلنا، لكن على مبدأ النعمة الغنية، لأجل الدم الكريم المسفوج لأجلنا، حسب وعدك القائل لينا، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. وإنت موجود، الروح القدس في دواخلنا يأخذ من ملك ويخبرنا، كلمتك المقدسة المفتوحة قدامنا تخترق قلوبنا ومشاعرنا وإرادتنا وأفكارنا لتغير وتنير وتملأ وتبارك. صلاتنا لأجل أنفسنا، لأجل كل أحبائنا الموجودين أمامك اللي بيتابعونا، لأجل شعبك في هذا البلد، لأجل كل المؤمنين في هذه الأيام الأخيرة، أن نعيش حياة مختلفة في الأوقات القليلة اللي جاية إلى أن تأتي وتأخذنا إليك. هذا نسأله في اسم المسيح الكريم، نعظمك لأنك تستجيب لي كل المجد. آمين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين قرينا جزء من رسالة روميا، هنحاول بكل اختصار مع بعض على قد ما الرب يدينا وقت نتكلم في بعض الأفكار اللي تشجعنا، ويبقى كل حد فينا قبل ما يمشي كده عنده في قلبه وفي عقله وفي كيانه اتملى بكلمة، اتملى بكلمة، اتملى بتشجيع الرب عايز يتكلم معاه فيها. مش مهم قد ايه رنمنا وقد ايه سمعنا وقد ايه هنقعد قدام الرب، قد ما المهم واحنا خارجين هنخرج من هنا كل حد فينا عنده رسالة من الرب شخصية. امين. رسالة روميا، انا هشارك مع حضراتكم بعض الافكار عشان يبقى كلنا قادرين نتابع مع بعض. اولا هشارك بجزء الاولاني من الاصحاح كده، الرسالة، الجزء الاولاني من الرسالة، في مقدمة بسيطة هنتكلم فيها عن بعض الايه الثنائيات، حاجتين قدام بعض، كل حاجة عكس التانية أو بعيد عن التانية. الحاجات اللي قدام بعض عامة بتوضح المعنى، يعني وجود الأسود بيدي للأبيض جمال، وجود الشيء الوحش بيدي للشيء الحلو إيه جمال، فالأمور اللي عكس بعض بتخلي المعنى أكثر إيه جمالا وعمقا وفهما. وبعد كده هنقف عند الجزء اللي احنا قرناه في أصحاح واحد، هنتكلم عن رسالة الإنجيل المعلنة في رسالة روميا، وبعديها هنصلي ونقضي وقت ترانيم مع بعض. أمين؟ طيب، في ثنائيات واضحة في الجزء اللي احنا قرناه من أصحاح واحد لغاية أصحاح، يمكن عشان بس ما نقلقش مش هنتكلم عنهم كلهم. يعني في الأصحاح الأولاني في نوعين من العبودية، عبوديتين، نوعين من العبودية. عبودية سمى فيها الرسول بولس نفسه، قال ايه كده بولس، من فاكر معايا الجزء الاولاني اللي احنا قريناه، عبد ليسوع المسيح. طبعا لاحظوا ان اللي بيقول الكلام ده بولس،
ورا ده رجل يهودي يكره على طول الخط فكرة الايه العبودية. حتى المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 8 من فاكر الرب قال لليهود كده وهم كل من يفعل خطية هو عبد الخطية، قالوا له احنا ايه؟ احنا احرار، لم نستعبد ليه احد قط، احنا اولاد ابراهيم. الا العبودية دي، ونلاقي بولس الرجل اليهودي ذو الخلفية اليهودية يعني الاسرائيلي يقول ايه؟ انا عبد، ده امر برضاه بمزاجه بحب ليه، ده نوع من العبودية. بعدين يقول لنا في الجزء الثاني من الاصحاح لا، في عبودية مش للرب، مش لإنجيل المسيح، مش لله، للجزء اللي احنا هنبقى نقف قدامه في الآخر شوية، لكن في عبودية للخطية أو للخطايا وللشر، إلى الدرجة اللي فيها إن غضب الله معلن على الشر، لكن الناس مستمرة في إيه؟ في عمل الشر وعمل الخطية. يبقى في نوعين من العبودية في الأصحاح الأولاني. الأصحاح الثاني يقول لنا الرسول بولس في نوعين من الدينونة، في نوعين من اللي إيه؟ الدينونة. حضراتكم متابعيني؟ يبقى في عبوديتين، أصح اتنين في ايه؟ دينونتين. في دينونة بتاعت الايه؟ بتاعت الناس. يعني ايه دينونة بتاعت الناس؟ يعني احنا عندنا ميل واضح كلنا، مفيش حد فينا بعيد عن الموضوع ده، ان احنا دايما ندين او نحاكم ونعمل محكمة خاصة للآخرين. قال المسيح عن هذا المرض في الموعظة على الجبل، لا من فاكر لا ايه؟ تدينوا لكي طول الوقت احنا بندين. عشان كده الرسول بولس يقول في اصحاح 2، طبعا دي مش كلمات الرسول بولس، دي كلمات الروح القدس، لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من او كل من يدين. ليه بقى؟ لانك حضرتك انا انت، لانك فيما تدين غيرك تحكم على مين؟ مش على غيرك، تحكم على مين؟ على نفسك. احنا عندنا استعداد للدينونة للآخرين، فلان عمل، وطبعا عندنا تمنيات قلبية مش بنعلنها، ان كل الناس تعمل ما يستحق الدينونة. فكل ما انا اقول فلان وحش، حتى لو قلتها بطريقة لطيفة، حتى لو قلتها وانا في حالة من الخشوع والتقوى، يا ما كنتش اتمنى ان الاخ فلان يقع في الموضوع ده، عايزين نصلي أحبائي لأجل الأخت فلانة، بتقولها بكلام حلو، بس أنا مبسوط لأنه في حد بيعمل إيه؟ أمر في نوع من الدينونة. دي نوع، ده نوع من الدينونة. ده بقى بيخضع لمين؟ بيخضع لأهواءنا إحنا. إحنا مش بنبطل ندين الآخرين في كلامنا، في سلوكياتنا، أمر يومي مستمر الرب إيه؟ يشفينا منه. إيه رأيكم لو الرب شفانا من الموضوع ده لمدة أسبوع؟ فلما نتقابل الحد الجاي نقعد نقول كده، ممكن أكون قعدت الأسبوع اللي فات كله من الحد للحد ما اتكلمتش على حد، ما جبت سيرة حد، ما قلتش على فلان وحش، ما علقتش، ما زعلتش. أمين، ممكن الرب يعمل كده إيه معنا. لكن في نوع تاني من الدينونة، دي دينونة الناس، لكن في الأصحاح 2 في دينونة بتاعت مين؟ دينونة الله. دي بقى إيه؟ دي حسب الحق، دي دينونة بجد. عشان كده بيقولك أنت بلا عذر أيها الإنسان. لو قست نفسي على حضرتك ممكن أقف قدام الرب واجي أصلي هنا، أو لو قست نفسي أو حضرتك قست نفسك على اللي جنبك ممكن تقفي وتصلي، وانت بتصلي ممكن يجي في بالك بدون ما تدري الفكرة المشهورة اللي فيها صلى الراجل العشار في الهيكل، آسف الفريسي، الحمد لله الحمد لله، اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس، لكن دينونة الله هي حسب الايه؟ الحق. وطبعا ده لسببين على الأقل، يعني السبب الأولاني ان الدينونة في ايد مين؟ في ايد الله. السبب الثاني ان هو قدوس عنده مسطرة واحدة، مش بيحب عماد وبيكره فلان، مش ببلع لك انت ومعديش للأخ ايه فلان، دي دينونة حسب الايه؟ حسب الحق. ففي الأصحاح الأول في عبوديتين، نوعين من العبودية، في الأصحاح الثاني في نوعين من الدينونة. احنا متابعين عشان ناخد وقت طويل وهنرجع لأصحاح واحد، هنقف قدامه 5 دقائق. الأصحاح الثالث في نسلين، بيتكلم عن أبونا إبراهيم، وبيقول أبونا إبراهيم باعتباره يهودي ليه نسل جسدي، اللي هم مين بالجسد؟ يعني ولاده، ولاده مين؟ ولاد إبراهيم، مش احنا الجسد، حسب الجسد مين؟ اليهود. إنما أبونا إبراهيم ليه نسل روحي،
اللي هم امنوا على شبه ايمان مين؟ ابراهيم، من غير ما يكون في حاجه مكتوبه ومن غير ما يعمل حاجه، مجرد سمع خبر ابراهيم لما دعي اطاع، لما جاله وعد من الرب عمل ايه؟ صدق. دول بقى اولاد ابراهيم الحقيقيين، نسله الروحي اللي هم امنوا على شبه ايمان ابراهيم. ايه ايمان ابراهيم؟ اللي هو لا عمل حاجه ولا حاول بجسده يثبت حاجه ولا عنده حاجه يضيفها، لكن بس صدق في كلمه الله ومواعيد الله. ففي لابراهيم نسل جسدي، اليهود حسب الجسد، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، زي ما بنشوف مثلا المسيح في سلسله النسب الموجوده في انجيل متى او انجيل لوقا، نعرف ان هو ابن لايه؟ ابراهيم او ابن لايه؟ داود. نيجي في الاصحاح الرابع، ما نلاقيش بس نلاقي في الاصحاح الثالث، انا اتكلمت على الاصحاح الرابع عشان اسف ما اتنطيت. في الاصحاح الرابع هو اللي فيه شعبين نسلين قصدي، في الاصحاح الثالث اللي احنا اللي انا عديته معلش، بيتكلم عن الامم واليهود، في شعبين في امتين بس بينهم شيء مشترك، ان الجميع مالهم؟ زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. في ناس معتبرين نفسهم غير كل الناس، اليهود احنا كويسين قوي، وفي ناس معتبرين نفسهم ان هم عقلهم وفكرهم افضل من ايه؟ من كل الناس. واتقسمت الناس لنصين، والناس دايما مقسومه طول الوقت، لكن بدون ما يحط الرسول بولس او الروح القدس تفاصيل اكتر، كل الناس الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله. وللجميع رومية 3 الآية اللي احنا حافظينها 24، متبررين كل الناس بقى اللي عوزهم مجد الله، اللي اخطاوا اللي زاغوا واللي فسدوا واللي متبررين مجانا بايه؟ بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. فاحنا بنشوف عبوديتين، بنشوف دينونتين، بنشوف شعبين او امتين، وبنشوف ايه؟ نسلين. اصحاح 5 يقول لنا بقى على حتة في منتهى الاهمية، نشوف إنسانين إذا جاز التعبير أو رأسين، واحد اسمه آدم، ده رأس أنهي خليقة؟ آدم ده رأس أنهي خليقة؟ من أيام الجنة تكوين 3، رأس الخليقة القديمة أو الخليقة الأولى، ده آدم. وآدم بدون التفاصيل طبعا اللي ممكن تدخلنا في حاجات كتيرة، آدم عندما تعدى على وصية الله دخل مع الخطية ايه؟ دخلت الخطية ودخل معاها الموت. فآدم ورثنا منه الخطية، طبيعة الخطية، ونتيجة وجود الخطية فينا هيبقى عندنا ايه؟ موت. فالخطية ليها علاقة بالايه؟ بالموت. لكن في خليقة جديدة، خليقة جديدة يقول عنها الرسول بولس في رسالته الأصحاح الخامس، لو نقرأ بسرعة، يقول كده عن الرب يسوع، ده رأس آخر لخليقة أخرى، خليقة جديدة. إيه الخليقة الجديدة؟ يقول كده وليس في عدد 15، ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد، مين الواحد دون؟ اللي هو مين؟ خطية واحد اللي هو مين؟ مين؟ آدم. لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، كل الناس، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وبعدين يقول لنا في عدد 18، فإذن كما بخطية واحد اللي هو آدم صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا آدم أخطأ وإحنا على مثال آدم أخطأنا ورثنا الخطية، طبيعة الخطية، وبنعمل كمان الخطية، وهكذا كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر الواحد، مين الواحد دون؟ اللي هو الرب يسوع، صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الإيه؟ الحياة. يبقى شتان الفرق ما بين آدم وما بين مين؟ ما بين المسيح. دي الخليقة القديمة، دي الطبيعة القديمة اللي إيه؟ اللي جوانا. لكن في خليقة جديدة؟ في خليقة جديدة. أصل القديمة ما ينفعش تتصلح، أصل إحنا بنحاول نجمل في نفسنا، بس مهما حاولت معرفش ايه؟ معرفش اصلح. لكن الموضوع محتاج خليقة جديدة، الاشياء كل القديم
كل اللي علاقة بالقديم، الأشياء العتيقة مالها؟ قد مضت. هوذا الكل قد صار جديدا. فإذا لم تتمتع باللقاء مع المسيح، إذا لم أتمتع باللقاء مع المسيح، مفيش خليقة جديدة. ممكن أجمل الشكل من بره، ممكن أمارس حضور الاجتماعات بشكل منتظم، وممكن أخدم كمان بشكل منتظم، لكن دي محاولة لإيه؟ للتجميل. محاولة التجميل دي مش على فكرة مش وحشة، لأن بنخدع بيها تقريبا معظم الناس، أو كلنا بننخدع بإيه؟ ببعض. عشان كده يقول الرب يسوع في ناس هيجوا في وقت معين، كلنا حافظين متهيالي الجزء ده اللي فاكر، يقولوا للرب كده الكلمات اللي بتثير العجب: يا رب احنا على فكرة تبعك. منين فين؟ تبعي من فين؟ احنا انت مش فاكرنا؟ أليس باسمك؟ يعني ما قالوش باسم حد تاني، لكن باسم المسيح عملوا ايه؟ باسمك تنبأنا. وانت قاعد وانت سامع وانت فوق وانت تحت، راجع نفسك: أليس باسمك تنبأنا؟ مش بس كده، نحن باسمك اخرجنا شياطين، وباسمك كمان صنعنا قوات. طبعا ممكن اي رد نتوقعه، لكن الرب قال لهم ايه؟ اذهبوا عني، اذهبوا عني ايه؟ يا ملعين، اني لا اعرفكم. طبعا مش هقول دلوقتي او ما عندناش وقت نقول هم عملوا كده ازاي، لكن عارف ايه اللي يلفت نظري ونظرك؟ ان ممكن الخداع يصل الى المرحله اللي فيها ان تتنبأ، ان تعظ، انك تخرج شياطين، انك تصنع قوات، بس مفيش علاقه بينك وبين المسيح. فانت لسه تحت ادم الخليقه القديمه اللي هي بقى ايه؟ عليها حكم الموت نتيجه الايه؟ الخطيه. لكن ان لم يتغير الحال فمن المحال ان حاجه ايه؟ ان حاجه تحصل. لكن خليني اعدي بسرعه على اصحاح 6. بقول لنا بقى ايه؟ هذين الرأسين ادم والمسيح، فاصحاح 6 نقلنا لسيدين، سيد وسيد، رب ورب، اله واله. مين السيدين دول؟ اصحاح 6 يقول لنا عن السيدين: سيد اسمه الخطيه، الطبيعه الفاسده اللي جوايا، وسيد اسمه الله. لو ملكت الخطيه في اعضائي يبقى الخطيه هتجيب ايه؟ موت. طب واما هبه الله فهي حياه ابديه. اما هبه الله فهي حياه ايه؟ ابديه. ولاي واحد من الاثنين انا انتمي؟ مفيش بقى في النص، اللي في النص دي مش ايه؟ مش موجوده. يا اما انا عبد للخطيه، يا اما انا تحررت وبقيت ليا سيد واحد، هو مين؟ الله. وعارفين في المقابله مع موضوع السيدين دول، الرب يسوع قال للتلاميذ وكل اللي كانوا موجودين، وهو بيمثل أسوأ انواع الفساد اللي جوايا، الخطيه اللي جوايا، قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، بس ما قالش الخطيه، لكن ادانا اقصى تعبير عن الخطيه في جسدنا الفاسد اللي هو ايه؟ محبه المال. الله محدش يقدر يخدم ايه؟ يخدم الاثنين. يا اما انت تبع واحد، يا اما تبع ايه؟ واحد تاني. اصحاح 7 يقول لنا بقى في زوجين، زوج كويس وزوج ايه؟ وفي مراه مرتبطه بواحد استنت لما مات، وبعدين ارتبطت بواحد ايه؟ بواحد تاني. لكن انا 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 بحاول اقول البدايه عشان كلنا بقى ايه؟ مع بعض في الموضوع. يبقى زي ما في اصحاح 6 سيدين، في اصحاح 7 ايه؟ زوجين. في نوعين من الارتباط. فاكرين؟ احنا هنخلص زي ما اتفقنا في وقت قليل، عشان احنا محتاجين نقعد نرنم شويه وننبسط شويه. مش الايام دي محتاجه ترنيم وفرح، دايما الترنيم فيه ايه؟ فرح. ما اعرفش ليه اي حاجه ثانيه غير الترنيم ما فيهاش فرح، لكن عادي ممكن نفرح واحنا بنصلي، عادي يعني، ممكن نفرح واحنا بنقول الوعظ والكلام اللي ممكن يكون شويه بيضايقنا، لكن ممكن نفرح. فهنخلص في الوقت ده. الصح بعد هنا في ايه؟ عبوديتين، عبوديه لله، بس عبوديه بمزاجي فيها كل انواع الحريه. ده اللي هنقف عنده الخمس دقائق الاخيره في الكلمه بتاعتنا. وفي عبوديه للخطيه. الصح 2 في دينونتين، نوعيتين من الدينونه: انا ودين الاخرين. انا طول ما انا قاعد ماسك ودني، ماسك بكلم نفسي، بقول لنفسي عن الاخرين، او بقول للاخرين عن الاخرين،
لكن في دينونة تانية حسب الحق، لا فيها مجاملة ولا فيها ناس، وساعتها يستد كل فم قدام دينونة إيه؟ الله. وفي أصحاح 3 يقول لنا في شعبين أمتين، الدنيا مقسومة لاتنين، ناس افتكروا نفسهم عندهم الحق اليهود اللي عندهم الناموس، وناس افتكروا نفسهم عندهم العلم اليونانيين والإيه؟ والأمم. لكن حط الاتنين قدام الله، الجميع مالهم؟ شكلهم إيه؟ زاغ وفاس، وكلهم أعوزهم مجد الله. وإذا مش عارف، وإنت أكيد مش عارف وأنا أكيد مش عارف، الله وصل لغاية عندك، وصل لغاية عندي بالفداء الذي بيسوع المسيح. وبعدين يقول لنا في أصحاح 4 إن إبراهيم ليه نسلين، نسل جسدي ونسل روحي، ناس وارثين منه طقوس وتقاليد معينة اللي هم اليهود، وناس بقى على شبه إيمان إبراهيم. يعني هو قاعد النهاردة وهي قاعدة النهاردة، وفي أي مكان وفي أي وضع وفي أي حالة يسمع كلمة الخبر بتاعت رومية 10 فيصدق، فيعرف إن عمل المسيح ينفع ليك وليا، إن خلاص المسيح متاح ليك وليا بالمجان من جهتك من جهتي، لكن بكل ما هو غالي وسمين وكريم دم المسيح من جهة إيه؟ من جهة الله. يا تقبل يا ترفض. صح، 5 بيكلمنا عن الرأسين آدم والمسيح، ده مرتبط به الخطية، والموت ده مرتبط به الهبة والنعمة والعطية. فصح 6 بيكلمنا بقى عن مين؟ حد فاكر؟ سيدين، الخطية سيد يستعبدنا قاسي طبيعتنا القديمة، وبعدين الله اللي بيدينا هبة الحياة الأبدية. أصحاح 7 بيكلمنا عن إيه بقى؟ إحنا قلنا زوجين، قصة مشهورة في أصحاح 7 معظمنا عارفها. بعدين بقى في أصحاح 8 هنرجع تاني أصحاح 1 دلوقتي، بيكلمنا عن طبيعتين متناقضتين مع بعض، الجسد والروح. أنا هقرأ آيات عشان نختم الجزء دون في مقدمتنا السريعة دي، وبعدين نرجع ليه أصحاح 1. لو معنا الكتاب في أصحاح 8 ده آخر ثنائية، إحنا بنحط الاتنين قدام بعض عشان لما نشوف الجسد ونشوف إيه الروح. يقول لنا الطبيعة القديمة اللي اتكلمنا عنها، الخلية القديمة، يقول لنا إيه بقى؟ بيقول يا إخوة إذن، بالمناسبة إذن دي بتلخص كل اللي فات، كل اللي فات. يعني أخيرا أخيرا السيد القاسي، العبودية، الموت، الخطية، البعد، كل اللي ممكن تحكيه، واحنا عندنا حاجات كتيرة جدا ايه نحكيها، لخصها في كلمة إذن بتاعت رومية 8. وقال ايه بقى؟ بس مش قالها كده مش على اساس، لكن قالها لان احنا اللي فاكر فيكم احنا قرينا في رومية 3-24 الآية المشهورة اللي كلنا حافظينها، اللي هي قلب رسالة رومية، اللي هي بتعلن احلى خبر بشارة الانجيل في رسالة رومية، بشارة الفرح، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بناء عليه. الإذن ايه؟ لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يا أنا ماشي حسب الجسد لأهواء الجسد لرغباته لشهواته، يا إما تبعا لقوة الروح القدس في حياتي. ويقول لنا كده القانون بتاع روح الحياة في المسيح يسوع، ناموسه قد أعتقني، فكني من حاجتين قلنا عليهم لو حد فاكر إيه هما؟ الخطية والموت، ده اللي يفكني من الخطية، ولما يفكني من الخطية بقى أكيد فكني من إيه؟ من الموت. ولاحظوا حاجة، إن الجسد اللي ليه علاقة بالقوانين والنواميس والطقوس دايما إيه؟ عاجز وضعيف. فيقول لنا كده هذا الجسد العاجز الضعيف يحكي عنه في عدد 3، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، العجز والضعف. ولا الرب هيسيبنا في عجزنا ولا في ضعفنا، لكن على الأقل أبقى عارف أني أنا عاجز وضعيف، لا هقدر ولا هعرف. بس ده معناه أني ماليش أمل ولا ليه أمل؟ لا بالعكس، ده هو ده الأمل، أني أكتشف أني لا أقدر ولا أعرف. اللي يرجع ورا شوية في أصحاح 7 يكتشف أن الرسول بولس هو بيتكلم عن الارتباطين، عن الزوجين، وصل لسؤال في منتهى الأهمية والخطورة، ويحي، بيصرخ من قلبه أنا تعبت، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ كل ما أكون عايز أعمل الحاجات الكويسة، أن أفعل الحسنة، ألاقي أول حاجة بتيجي على بالي، أول شيء بينط في تفكيري، أول ما تمتد لي يدي هي إيه؟ هو الشر. مين ينقذني؟ عارفين بولس ما قالش إيه اللي ينقذني، لكن قال إيه؟
من ينقذني من جسد هذا الموت؟ قال في الروح القدس اللي مرتبط بالخليقة الجديدة اللي اتكلمنا عنها من شوية، يعمل ايه؟ هو اللي يقدر يحررني. فالجسد اللي ليه موت تبع الخليقة القديمة، يجي الروح القدس عشان يعمل ايه؟ يحررني ويخليني اعيش. بس عشان تقدر تعيش، عشان اقدر اعيش، لازم يبقى في المجال اللي فيه ينشط عمل الروح القدس. والمجال اللي بينشط فيه عمل الروح القدس مش بس الاجتماع، مش بس النص ساعة بتاعت ايه الاجتماع او الساعة او الساعتين، ولا حتى الاجتماعات اللي احنا بنشوفها على التلفزيون او اللي بنفتحها في الموبايل لانها موجودة ومتاحة. مجال عمل الروح القدس ده ليه علاقة شخصية بيني وبين ايه؟ بيني وبين الرب. امين. يبقى احنا رومية 8 بنشوف فيها الجسد ونشوف فيها ايه؟ الروح. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا الثمان ثنائيات عشان نعرف احنا فين وتبع ايه وتبع مين. عشان ما نعيدش ويبقى الموضوع مطول علينا، ارجع ليه روميا اصحاح 1. و روميا 1 بقى ايه؟ احنا قلنا في نوعين من العبوديه، لكن في روميا 1 الدقائق القليله اللي جايه بس عايز اودي فيها فكرنا للجزء العملي اللي احنا عايزين نخرج بيه. مش الهدف ان احنا ندرس اكتر، مع ان المؤمنين الحقيقيين بدون كلمة الله هم مؤمنين معرضين لكل انواع الضعف والتجربة في عالم قاسي وشرير. مع ان احنا ممكن نصرف الوقت في اي حاجة ممكن نعملها عشان نقرأ وندرس ونعرف اخبار واخبار واخبار، ونبقى شاطرين جدا في معرفة حاجات كتيرة جدا في الاقتصاد وفي السياسة وفي حاجات اخرى يعني، بس محتاج اكتر اقعد قدام مين؟ قدام الكتاب المقدس. لكن تعالوا ناخد بقى الدرس العملي اللي يقصد بيه الرسول ايه؟ الرسول بولس الكلمتين اللي هو بدا بيهم في روميا اصحاح 1. في روميا 1 قلنا بقى ايه؟ انه في رساله اسمها رساله الانجيل. يعني ايه رساله الانجيل؟ يعني رساله روميا دي اكنها بتقول لنا خبر حلو. ايه اول حاجه بنعرفها عن الانجيل؟ لما بنقول كلمه انجيل بيجي في دماغنا متى ومرقص ولوقا ويوحنا، اللي هم الأناجيل الأربعة. ليه هم أربعة؟ عشان بيحكوا من كل جانب عظمة شخص المسيح وحياته وموته وصلبه وقيامته ومعجزاته وحاجات كتيرة جدا ما يكفيهاش إيه؟ كتاب واحد. بس كلمة الإنجيل يعني فيه خبر حلو قوي 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 عايز أشارك به الروح القدس. الله عايز يقول إيه هذا الخبر؟ هذا الخبر عن مين؟ عن ابنه. عشان كده هنا سماه إنجيل الله. طب إيه هو موضوع الإنجيل؟ إيه موضوع الأخبار السارة؟ إيه الخبر الحلو اللي ممكن أقوله ليك أو أقوله ليك؟ وإيه الخبر الحلو اللي ممكن حياتك توطي على اللي جنبك وتقوليه ليها أو تقوله لإخواتك أو أصدقائك أو عيلتك في البيت؟ وإيه الخبر الحلو المفروض تدور حواليه كل اجتماعاتنا؟ إيه هو موضوع الإنجيل؟ موضوع الإنجيل ببساطة عشان ما نجيبش الكلام من عندنا، موجود في رسالة كورنثوس الأولى وأصحاح 15. لو يعني مش لازم نطلع، لو الموضوع هيبقى صعب أنا بسرعة. في كورنثوس الأولى 15 برضو الروح القدس لنا بكلمات الرسول بولس، بيد الرسول بولس هذه الكلمات، يقول كده: وأعرفكم أيها الإخوة بالإيه؟ بالإنجيل. إيه الخبر المفروض نقوله لبعض؟ مش ما نقولش حاجات تانية. احنا ممكن نعمل اجتماعات نتكلم عن حاجات كتيره قوي 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 ومواضيع مهمه جدا جدا، ممكن نعمل كده طبعا، ومهم نعمل كده، ده امر كويس ونسمع ده حلو قوي. بس عشان بقى فاهمين ايه الخبر الحلو اللي يجيب راحه وسلام وفرح، هو خبر الانجيل. طب ايه هو الانجيل؟ يقول كده: الانجيل الذي بشرتكم به وقابلتموه وتقومون فيه، وبه ايضا تخلصون. ممكن تخلص باي حاجه تانية غير الموضوع اللي جاي؟ لا مش ممكن. مش انا اللي بقول، حضرتكم سمعيني تلوش، يعني احنا نلتزم بالمعاد بتاع الاجتماع وقبل كمان، بس نفسي نبقى مركزين مع بعض في العشر دقائق الجايين. مفيش حاجة تخلص غير هذا الموضوع، موضوع الانجيل اللي هو ايه بقى؟ في عدد ثلاثة بسرعة: فانني سلمت اليكم في الاول ما قابلت انا ايضا. ايه الموضوع؟ ان المسيح مات من اجل ايه؟ خطايانا حسب الكتب. اي رسالة
أي موضوع، أي اجتماع، أي قعدة ممكن نقعد فيها ونتكلم فيها ونشارك فيها ونطرح موضوعات عميقة وعظيمة وهيلة ومهمة، لكن ليس فيها المسيح الذي مات لأجل خطايانا، دي ما تجيبش فرح، دي تنكد. لو أنت فاهم، لو أنا فاهم، يبقى أنا بدور على إيه؟ على المسيح الذي مات من أجل خطاياي، لأني عرفت أن أنا كنت عاجز وفاسد وخاطي. لو رجعنا للجزء اللي احنا قلناه بسرعة، ده الجزء الأولاني من الإنجيل، مش بس الجزء ده، لكن كمان أن المسيح إيه؟ دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الإيه؟ الكتب. يعني المسيح اللي تجسد عاش إنسان زينا وراح وصل للصليب، مات ومات بجد واتدفن، وبعدين عمل إيه؟ عارفين الرسول بولس في رسالة روميا ملخص للكلمات دي، هو بيتكلم عن التبرير الذي أسلم، من فاكر؟ كلنا عارفين طبعا، الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل إيه؟ أجلنا. أي موضوع تاني غير كده يفرح؟ طبعا في أخبار كتيرة ممكن نقولها وتفرح، بس الفرح اللي هو مؤقت بسيط، بعد شوية احنا طول الوقت بنشيل الهم أو متضايقين أو متنكدين لأن احنا مش عارفين موضوع الإنجيل. لكن الرسول بولس بيقول لنا في خبر حلو، المسيح مات لكنه كمان إيه؟ لكنه قام. دي مش وعظة عيد القيامة ومش وعظة مواسم معينة، المسيح مات وقام، ده موضوع إيه؟ موضوع الإنجيل، موضوع رسالتنا، موضوع خدمتنا، موضوع كرازتنا. إحنا مش بنكرز إن إحنا بنعمل أعمال صالحة، الأعمال الصالحة عشان بس ما حدش يفهمني غلط، إن إحنا نعمل أعمال صالحة ده أمر كويس أو مش كويس؟ كويس طبعا ومهم جدا، بس ناس كتير جدا بتعمل أعمال أحسن مننا وأكتر مننا كتير. لكن قبل ما نكرز بالأعمال الصالحة وقبل ما نتكلم عن الأعمال الجيدة، لازم نتكلم عن صليب المسيح وقيامة المسيح. يبقى الخبر الصار المهم أنه الله أرسل ابنه عشان يموت من أجلنا وعشان كمان إيه؟ وعشان كمان يقوم. طب ده معناه إيه بالنسبة لنا؟ معناه ثلاث حاجات بسرعة، خليك معايا، خليك معايا وهنخلص. إيه الثلاث حاجات؟ أول حاجة مهمة قوي، إن الله عايز يوصل لي. حدش يتعب نفسه التعب ده. لما تتخيل لماذا كل هذا المجهود المرعب؟ ليه كل القصة الصعبة اللي موجودة في الأناجيل الأربعة اللي بيحكوا كل جوانب عمل المسيح؟ ليه الكلمات بيقولها الرسول بولس في رسالة روميا؟ لأن الله عايز يعمل إيه؟ عايز يوصلك. الله عايز يوصلك، الله بيدور عليك، غير كده ما كانش اتجسد. ممكن يبعت ملاك؟ يبعت ملاك. هو بعت ملاك قبل كده؟ ما بعتش. بعت ملايكه. ممكن يبعت انبياء كويسين وناس محترمين طبعا احسن مننا كتير، روما بيتكلمنا عن موسى وبيتكلمنا عن ابراهيم وبيتكلمنا عن ايليا، ناس كويسين. دول مش كويسين؟ ايه رايكم؟ كويسين طبعا، احسن مننا كتير، بس احنا لا كان ينفعنا الانبياء ولا كان ينفعنا ملايكه. هو بنفسه عايز يوصل لفين؟ عايز يوصل لحياة. اهو ده خبر يفرح. يعني وانا خارج من هنا يبقى عندي هذه القناعة في دماغي في فكري، قدي انت غالية، قدي انا غالي، قدي انت غالي، الى الدرجة اللي فيها المسيح عايز يعمل ايه؟ عايز يصلي وعايز يوصلك. ومش بس عايز يصلي وعايز يوصلك، ده بيفتش علينا باجتهاد. حد فاكر انجيل لوقا اصحاح 15 المثل اللي احنا عارفينه بتاع الابن الضال؟ كان قافل مثل بتاع الميت خروف، ضع خروف، العشر دراهم، درهم ضع. كانت المرأة بتفتش بإيه؟ باجتهاد. الروح القدس بيدور عليك النهاردة، الروح القدس بيدور عليك. الرب عمال يحضرك في اجتماعات، الرب عمال يحضرني في اجتماعات، يسمعني كلمات، يشاركنا في ترنيمات وتسبيحات، عشان بيدور عليا وعايز يوصل لفين؟ عايز يوصل لغاية عندي. الله يبحث عني باجتهاد. هل من مجيب حد يسمع ويقول له حاضر أنا موجود، أنا تعبان، أنا محتاج؟ ده أول خبر في الإنجيل، المسيح جه لغاية عندنا. بس ما جاش لغاية عندنا وسكت، ده المسيح اتصلب، يعني في كفارة، يعني دفع ايه؟ يعني دفع تمن. يعني انت وانا وانت غير محتاجين ان احنا ندفع تمن خطايانا تاني. بالمناسبة هو تمن خطايانا ايه؟ ايه اجرة خطايانا؟ ايه الاجرة اللي هناخدها؟ ايه التمن هندفعه احنا؟ ايه هو اجرة الخطية؟ هي ايه؟ هي موت، بس مش اي موت، موت زي ما الناس كلها بتموت، ده سبب الخطية،
يموت صغير، يموت كبير، يموت في أول عمره، يموت وإحنا مش متوقعين، تموت بسبب مرض، أيا كان تتعدد الأسباب والموت إيه، لكن في موت أبدي بعيد عن الله، بعيد عن المسيح، هفضل طول، لا مفيش طول بقى، الأبدية كلها بعيد. طب وليه أدفع الثمن ده؟ لو ما أدفعوش إزاي؟ ما أنا عملت خطيئة، ما هو في واحد دفع عني ثمن خطايا، وهو كفارة، كفارة لإيه؟ خطايانا، دفع عني ثمن خطايا، يبقى الله بيبحث عني، الله دفع ثمن خطايا. بس الحاجة الأخيرة اللي قالها الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15، إن المسيح إيه؟ المسيح قام. ليه المسيح قام؟ عشان نعرف إن خطايانا اللي الدفع ثمنها، الثمن إيه؟ اتقبل. عمل المسيح ماله؟ اتقبل. يعني أنا بيجي أصلي، بتيجي تصلي، بنقعد قدام الاجتماع أو بنحضر أو ما بنحضرش، وعندنا حالة من المرارة، أنا زعلان من نفسي، ليه حق أزعل من نفسي؟ أنا متضايق من اللي بعمله، فعلا أستاهل أن أتضايق من اللي بعمله، بس أنا بحكي عن خطاياي وشعوري بيها. لكن من جهة الله، أنتم معايا؟ خلاص بنخلص. من جهة الله خطايانا تمنها الدفع ولا لسه في تاني تمنها الدفع؟ طب من جهة الله راضي ولا مش راضي؟ راضي، ده المسيح قام عشان يقولنا ان الله ايه؟ بررنا وراضي عن التمن. مش دي حاجة تفرح؟ مش دي حاجة تبهج؟ كل خطاياي، سأل الست اللي مش اوحش مننا، زينا برضو، بس يمكن خطيتها معروفة لانها امسكت في ايه؟ في ذات الفعل. يا امرأة، مين فاكر؟ ناس اتلمت، لان الناس بتحب تعمل ايه؟ زي ما قلنا الدينونة. الحمد لله، الحمد لله انا مش زاني، لكن الست دي ايه؟ زانية. انا مش وحش، لكن هي ايه؟ ناس اتلمت عشان تعمل ايه؟ تدين وتنهش وتجيب السيرة وحاجات كتيرة. وطبعا بعد الحادثة اللي احنا عارفينها وحافظينها، سأل المسيح الست، يا امرأة أما دانك أحد؟ رفعت عينيها لأول مرة بعد الشعور بالخجل. كل مرة باجي أبقى خجلان، كل مرة أقعد قدامه أبقى خجل، ساعات مش عايز أقعد حتى في محضره من كتر الخجل والحزن والندم. لكن الرب النهاردة بيقول لي أنا جيت أدور عليك وأدور عليك لغاية عندك، وما جيتش فاضي، ده أنا دفعت تمن كل خطاياك، وإنت وإنتي وأنا في المسيح مقبولين، لأن الله إيه؟ راضي ودفع الثمن تماما. يا امرأة أما دينك أحد؟ لا يا سيد، ولا أنا إيه؟ أدينك. خدوا بالكم، بس دينونة الله هي حسب الإيه؟ الحق. يعني ولا أنا أدينك؟ يعني مش مجاملة، عشان أنا بحب الأخ فلان، ولا يعني علاقتي جيدة، أو ده قريبي فعديها، واحد تاني معداش، لا لا لا. ليه ولا أنا أدينك؟ أصلا أنا أدنت حد تاني مكانك. الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية إيه؟ بالجسد. رومية إيه؟ رومية 8، العدد اللي إحنا قلناه عدد 3 وعدد 4. عشان أنا ما أدنش، عشان أنا ما أقعش تحت الدينونة، تحت القضاء، عشان ولا حد فينا، ولا حد من اللي بيسمع أو بيشوف أو اللي بيفكر يقع تحت الدينونة، المسيح دفع الإيه؟ التمن. بس قمنا معاه، قمنا معاه ليه؟ يبقى الصليب، عشان يقول لنا التجسد والصليب باختصار، يعني عشان الله بيدور علينا، المسيح جاء لأجلنا يبحث عنا. القيام عشان يقول لنا ان الدمن الدفع والكفارة ايه؟ الله راضي عنها. لكن عارفين احنا دفننا معه، رسالة رومية برضو المعمودية، بالموت، وبعدين ايه؟ قمنا كمان ايه؟ معاه. دلوقتي موضوعنا احنا نعمل ايه؟ نتحد، نتحد معاه. يعني نتحد معاه، انا هختم خلاص كلامي، بس نفسي كلنا نفكر في الجزء المهم اللي جاي دون. انجيل بيقول لنا الله بيدور عليك، الله بيدور عليك، الله يبحث عنك، الله يبحث عني، وجاي يدفع ثمن ودفع ثمن خطاياك وخطاياك. مش محتاج اعمل اي حاجه، لكن في حاجه مهمه عايزين نتحد بيه. يعني نتحد بيه؟ يعني نمسك فيه، يعني نلزق فيه. أفسس بيقول أقامنا معه وأجلسنا معه أو معا فين؟ في السماويات. فنبقى إحنا وهو إيه؟
حاجة واحدة. فمن النهاردة ورايح الخليقة القديمة ملهاش مكان في خليقة إيه؟ جديدة. بس طابع الخليقة الجديدة، مجال الخليقة الجديدة، التصاق واتحاد بيني وبين مين؟ بيني وبين المسيح. يعني باختصار أنا عايز أفرح، عايز أشعر بالسلام. إيه اللي ممكن نقوله هنا؟ ممكن نقول هنا كلام لطيف جدا ومشجع جدا وحلو جدا، فإحنا نخرج يعني فرحانين منتعشين، رنم ترنمتين كمان حلوين، بس عند الباب كل حاجة بتروح. ليه كل حاجة بتروح؟ لأني أنا وإنت وإنتي مش ملتصقين بيه، مش قريبين منه. طب عايز أعيش عيشة مختلفة، إزاي نعيش عيشة مختلفة غير لما نبقى قريبين إيه؟ نبقى قريبين منه. طب إحنا لو كملنا الأسبوع ده والأسبوع اللي بعده والأيام اللي جاية وإحنا بنيجي نسمع وبعدين نمشي وما فيش أي علاقة شخصية عميقة قوية بيننا وبينه، هيفضل الحال هو إيه؟ هو هو. ونحتاج نيجي الأسبوع الجاي وناخد كمان حقنة تشجعنا، وناخد كمان زقة طلعنا لقدام، بس مش بقدرين نفرح ولا قادرين نشعر بالإيه؟ بالسلام. الفرح الحقيقي، الفرح ده المفروض نشعر بيه إن إحنا تحررنا خلاص، أنا بقيت حر، بس مش قادر أحس بكده لأن لازلت مغلوب. والسلام لأني حتى الأبدية مضمونة لأن هبة الله حياة إيه؟ أبدية. بس لا أنا قادر أعيش في فرح ولا قادر أعيش في سلام، وده الكلام بقى اللي يلمسني أنا النهاردة، اللي يلمسك النهاردة. عايز أعيش حياة الفرح والسلام إزاي؟ هاجي الاجتماع كل يوم، لو في اجتماعات كل يوم، يعني وإحنا الحمد لله عندنا اجتماعات كل يوم في كل مكان وكل جمعيات وكل كنائس، وموجودين متوفرين كل الاجتماعات طول الوقت، ممكن كل يوم وكل ساعة. بس هل حضور الاجتماعات يساعدني أفرح وأشعر بالسلام؟ جربنا، أعتقد نقول الإجابة إيه؟ الإجابة لا. طب حضور المؤتمرات دي أحسن من الاجتماعات، برضو إيه؟ برضو لا. إذا لم يوجد لي علاقة شخصية بالمسيح، عارفين الرسول بولس اللي بيتكلم عن الإنجيل دون، أول ما تقابل مع المسيح، أكيد كلنا عارفين سفر الأعمال وأصحاح كام؟ 9، اتقابل مع الرب واتكلم معاه كلمات قليلة، اللي فيكم يعني أو اللي فينا يقدر يعني يحفظها ويقولها في أعمال 9، ما تزيدش عن نص دقيقة، مكالمة بين المسيح وبين الرب إيه؟ بين المسيح وبين بولس لمدة إيه؟ نص دقيقة. من بعديها بولس ما سابش إيه؟ ما سابش الرب أبدا، بيخدم طبعا، وأكتر واحد بيخدم وأكتر واحد مشغول وأكتر واحد بيعمل حاجات مفيدة غيرنا، يعني غيري أنا، وبيحضر اجتماعات، بيعمل كل حاجة، لكن علاقته الشخصية بالرب شكلها ايه؟ قوية ولصيقة. طب ايه الدرس العملي المهم اللي انا اخرج بيه النهاردة لو نسيت حاجات كتيرة؟ اذا لم يكن لي علاقة شخصية يومية عميقة بالرب، لا في فرح ولا في سلام. ايه ده؟ يعني انا مش مؤمن؟ يعني ده اللي بيهمني قوي، اول حاجة تهمني، يعني انا مش مؤمن؟ يعني انا مش روح السماء؟ طبعا دي اول حاجة بنفكر فيها، لان احنا عندنا اهتمام اساسي ان كل حاجة في الدنيا تدور حواليا. اهم حاجة ان انا اتولدت من الله، بقيت مؤمن ايا كان المعلومة اللي انا فاهمها عن الموضوع، اتخلصت برضو ايا كان اللي انت فاهمه اللي انت فاهمها عن كلمة الخاص، وهروح السماء، يبقى كده ايه؟ كده تمام. طب في حد رايح السماء يقعد طول عمره متنكد كده؟ تعرفين بحسب يعني الدراسات الحديثة العلمية بتقول ان الوباء القادم، او مش وباء قادم يعني، هو الوباء بتاع الكورونا اللي احنا عايشين فيه، اظهر وباء اخر ده في العالم كله، نسبته تتعدى في امريكا 30-35%. ايه الوباء دون؟ الحزن والاكتئاب. عشان كده يعني قيمة مبيعات الادوية اللي مرتبطة بالحزن والاكتئاب في العالم بتزيد بشكل مهول، لانه الانسان حاسس بالايه؟ بالخوف، وليه حق، لان احنا مكتئبين ولينا حق، لان احنا خايفين ولينا حق. طب الناس كلها كده واحنا؟ ما احنا برضو زي الناس، مع ان المفروض ما نبقاش ايه؟ مش لان احنا احسن، لكن لان احنا فهمنا، لان انا عرفت، لان انا بقيت في المسيح. طب ينفع ابقى في المسيح وافضل لغايه لما اوصل للسماء
برضو حزين وحزينة وما فيش سلام وكله مخوفني. اه طبعا يحصل اوقات ان انا اتضايق واضعف واتعب، لكن يبقى كده على طول؟ امال ايه السما دي اللي انا هروح، يعني السما دي هروح اعمل فيها ايه؟ طبعا انا عندي فكره او البعض مننا عندنا فكره، خلاص بقى لما نوصل للسما ربنا بقى هيخلص كل الحزن وكل الهم وكل العياط وكل الدموع ويروح مخلص كل حاجه ونبقى ايه؟ نبقى فرحانين. وهي السما اصلا يعني بتعبير الكثير من رجال الله وتعبير الكتاب المقدس. ايه السما عباره عن ايه؟ ان احنا هنوجد فين في السما؟ في مكان؟ لا، احنا هنوجد فين؟ اقامنا معه. هنوجد مع مين؟ معاه. فالسما بالنسبه لنا عباره ان احنا مع مين؟ مع المسيح. فاكيد هنبقى فرحانين، اكيد هنبقى مبسوطين، اكيد 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 اكيد. طب من دلوقتي انت مع المسيح ولا مش مع المسيح؟ ده سؤال. طب وليه مش فرحان، مش مبسوط، مش يحتاج الامر لايه؟ لمراجعه. الجزء الثاني من الاصحاح بيكلمنا عن اله غاضب اللي احنا قريناه، اللي هو لان غضب الله معلن من السماء. بس يعني عشان الوقت ونقدر نكمل وقت اكتر نفرح، بس نفرح بجد واحنا فاهمين، ونرنم ونرنم بجد واحنا متاكدين. محتاجين نرجع لرساله الانجيل. تحت اي سيد انا وانت وانتي عايشين؟ لاي شخص ننتمي ومرتبطين؟ اي مصير ينتظرنا، الموت ولا الحياه الابديه؟ كيف يمكن ان احصل على الفرح والسلام؟ هعمل حاجه؟ لا، ما تعملش حاجه. الله جاي لغايه عندك، الله عايز يوصل لعندك، الله عايز يلمسك ويغيرك. وبعدين يروح عامل ايه؟ ماسكني وماسكك ونتحد انا وهو ايه مع بعض. واصحى كل يوم بيقول له المرنم اشبع اذا استيقظت بشبهك، ونام ولكني دائما ايه برضو معاك حتى وانا ايه نايم. فانا بنام معاك وانا بصحى ايه معاك. ومن الصبح لما يصحى الاقي عندي لنفسي عندي هدف، بدل الضياع، بدل العبوديه للخطيه، بدل العبوديه للدمار. يعني الجزء اللي احنا مش هنقدر نتكلم عليه لوقتنا. اصحى وعندي هدف. وينفع يكون عندي هدف الصبح انا صاحي كده مبسوط وفرحان بعد ما قعدت مع الرب؟ يبقى عندي هدف. ليه يا رب انا عايش النهارده؟ عشان ده يوم زي كل ايه؟ وهو ايام بتعدي. عشان لازم انزل اروح الشغل، او عشان افتح دكان، او عشان اروح الشركه، ولا عشان اقعد في البيت انا بخدم ولادي وبناتي في البيت. يعني كان عندك دكان، كان عندك مشروع، كنت بتشتغل في شركه، كنت بتشتغل في الحكومه، كان ايا كنت بتخدمي الرب وانت بتربي الاولاد في البيت، كان عندك شغل ما عندكش شغل. كل يوم اصحى الصبح الاقي عندي ايه؟ الاقي كده عندي هدف جميل عايش لاجله. استمتعت بالرب وشبعت بيه واتحدت معه. على اي اساس؟ على الاساس اللي هو عمله. غير كده ما يفرحش. غير كده يعمل ايه؟ يطبطب ويشجع ونخرج من الباب ما فيش حاجه تحصل. ايه رايكم النهارده الرب يريد ان يبدا معانا بدايه جديده؟ حد عنده مانع؟ طب حد نفسه؟ تيجي نقف ونصلي مع بعض. هنقف ونصلي مع بعض وبعدين هنكمل فرصه ترنمنا وتسبيحنا مع اخونا الحبيب وصل بالسلامه. احنا بنصلي ونرنم في الوقت اللي جاي. الرب اللي وصل لعندك وصل لعندي عايز يتقابل معاك، يتقابل معاك النهارده، وعايز يضع اساس حقيقي حقيقي للفرح والسلام. ولا يوجد فرح وسلام بعيد عن المسيح، بعيد عن عمل المسيح. ايوه انا استمتعت على المسيح، انا شخص مؤمن. النهارده يريد الرب تجديد الامور بالنسبه لنا، اعاده تفكيرنا عشان نفكر فيه. دفع الرب ثمن خطايانا، لا داعي ان احنا نعيش تعبانين. مات الرب لاجلي ولاجلك، واتصلب لاجلي، اخذ مكاني ومكانك. عايز يتحد بينا النهارده ونمسك فيه ويمسك فينا كل يوم في بدايه جديده، كل يوم الصبح، كل يوم بليل، طول ما انا عايش في كل لحظه من حياتي. والرب يدعوني ويدعوك النهارده، يدعو كل اللي بيسمعونا وكل الموجودين وكل المنتظرين وكل اللي بيخضعوا النهارده لصوت الروح القدس. الرب يدينا بدايه جديده النهارده من جديد، بعد سنين طويله لا يمنع، بعد بدايات كتيره كانت مش حلوه لا يمنع. خلينا في الدقائق اللي جايه نركز
يعني ما نسمحش الحاجة تشوشر علينا، لا موبايلاتنا ولا الناس اللي حوالينا ولا أي حاجة، ونكمل فرصتنا قدام الرب. أمين. يا إله نادي قلبي فآتي إليه، يا إلهي أنت قربي وشوقي إليه، يا إلهي نادي قلبي فآتي إليك، آتي إليك يا إلهي أنت قربي وشوقي إليك، كاشتياق العطش في الصحراء لما صرختي يا رب، صرختي يا نبعي أريد ارتواء، كاشتياق العطش في الصحراء لما صرختي ضحكتيك دمعتي هما بغتات، أي معنى غيرك في الحياة أحيا فيك يا يسوع، أنت معنى المعنى في كل حياتي أرتقي، أيوة معنى غيرك في الحياة أحيا فيك، أنت معنى، أنت معنى المعنى في كل حياة أرتقي. يلا صليها وانت تقول في ضلال، في ضلال لا أريح أحد ولا أستريح ولا أستريح، وألامي كعذاب السفن في عصفري، في ظلامي لا أريح أحد ولا أستريح ولا أستريح، وألامي كعذاب السفن في عصفري. خليها تكون صلاتك وانت بتقول لا تدعني، لا تدعني أحيا في ظلمتي للأبد يا يسوع، ردني لا تدعني أموت في ابتعاد، لا 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 تدعني أحيا في ظلمتي للأبد، ردني لا تدعني أموت في ابتعاد، تهدأ روحي في الحضن بل أنا مطمئنا على صدرك الحنون في سلام، تهدأ روحي في الحضن بل أنا مطمئنا على صدرك الحنون في سلام،
وصفوا حبك العجيب. نعم نعم يا أبي قلبي طاب في حضنك الرحيم. يا أبي كيف يوصف حبك العجيب عجيب عجيب. يا أبي قلبي طاب في حضنك الرحيم. لا تدعني لا تدعني أحيا في ظلمة للأبد. يا يسوع ردني لا تدعني أموت في التعب. لا تدعني أموت في التعب. لا تدعني أموت في التعب. يا رب شكرا ليك لأن صوتك الواضح لينا بتكلمنا في كل مرة نيجي قدامك وبنسمع في الخبر الصار في الإنجيل كلمة حياة لكل حد فينا. الليلة محتاج لحياة جديدة، عشان كده أصلي بالروح القدس يا روح الحياة تعالى لينا في هذا الاجتماع في هذه الليلة. يا رب يا رب أنا بصلي الليلة بروح القدس تردنا من كل ضعف وضياع وفشل وإحباط، وتيجي تاخد بايدينا النهارده وتشددنا ونقول مع المختبر في يوم دعوتك اجبتني شجعتني قوه في نفسي في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب سمعنا على رساله الخلاص وسمعنا عن الفداء، لكن الاروع ان احنا نعيش ده في حياتنا ونمارس ده يا رب. عشان كده بصلي بالروح القدس ما تكونش وعظه تضاف لرصيد وعظات سمعناها وايات حفظناها، لكن تعالى تعالى تفاعل وتلامس مع كل نفس طلباك وعايزاك ومحتاجالك. عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي. ده حقيقي يا رب في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء لكي أبصر قوتك ومجدك. لكن شكرا لأن لسه مازال باب النعمة ومازال باب الرحمة مفتوح، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحان. بارك العبدك من أفادنا يا رب، بارك لشعبك في هذا المكان، ثبت كلامك جوانا الليلة نكون سامعين عاملين في اسم الرب يسوع المسيح. لا سامعين خدعين نفوس. شوقنا للسماء يا رب، شوقنا للسماء، وخلينا نعيش السماء هنا على الأرض. يكون عندنا الاشتياق ان احنا نشوفك لأن نظروا إليك استناروا وجوههم لم تغفل. صحي كل نفس الليلة بعيدة وضعيفة، تقدر تقول مع داود ترد نفسي وتهديني إلى سبل البر من أجل اسمك، من أجل اسمك، من أجل اسمك. ربي يسوع الغالي ما في زيه حبيب، مع بتهون الغربة ويهون حمل الصح. يلا رني معايا بكل الأشواق. ربي يسوع الغالي ما في زيه حبيب، مع بتهون الغربة ويهون حمل الصليب. أحلى العشرة وياه يسوع ربي السماء، أحلى العشرة وياه يسوع ربي السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة ما يبارك الحياة، يبارك الحياة والعيشة حلوة ما أنا عايش في حلمة وألامي في البرية مهما كانت كتير على القدر الأبد. أشكرك يحملون القهر وألامي في البرية، وألامي في البرية
كتير كتير على الأضروع الأبدية يحملون القى محلى العشرة وياه محلى العشرة وياه يسوع ربي السهل ملاش غيره محلى العشرة وياه يسوع ربي السماء يبارك الحال والعيشة حلوة معاه والعيشة حلوة يسوع يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش فيه وبعز يا نفسي دوسي وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلقه حلا يسوع كله مشتاق يلا اسمع قول معايا وبعز على كل يا يسوعي ده يسوعي حلقه حلاوة كله مشتاق يا محلى العشرة محلى العشرة وياه يسوع ربي السماء محلى العشرة وياه وياه يسوع ربي السماء يبارك والعيشة حلوة معاك يسوع يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش في حماة وسعادة أبدية كما قال الكتاب هاليلويا وهناك في بيت الآب يلا قول له مشتاقين لهذا اللقاء وسعادة أبدية كما قال الكتاب هناك عيشة هنية وهناك في بيت المحلى العشرة محلى العشرة وياه هاليلويا محلى العشرة ويا ويا يسوع ربي السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك يسوع يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك أنا عايش في حماة أنا عايش في لما انفتحت جوا في قلبي عيون النور ملا عيني جماله وبهاء اللي كان مستور لما انفتحت جوا في قلبي عيون النور ملا عيني وبهاء اللي كان مستور وسمعت قلبي لما لساني ما قالش كلام وبعدها انفتحت في كل كياني ودان المجد والغنى والعظم حوالين كرسي وتيجان عظماء وتيجان عظماء مطروحة عندك هاليلويا والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس 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 ده الحمد الراح اللي نقشنا على كف ايدين العدو قدام بخراب وبيته مهدوم علينا في وش العدو الليلة وانت بتعلن العدو قدام بخراب
مجده اسمع وعدي بالقوة وعدي بالقوة بقى قادر للصليب يسوع 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 يعمل أعمال سيده الغالي ويعدي سنوه المجد والغنى والعظم حوالي الكرسي هاليلويا عندي قدمي والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس 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 ده الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه وملايكة قلوب ترفع تسبيح شروبيم صاروفيم باجنحة ستة تتف بمديح وملايكة يستحق كل العبادة والتسبيح شاروبيم صاروفيم يلا نفسي تشاور عليه وانت بتقول قدوس 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 رب الصباوت ملك الملوك يسوع دي السماء والأرض بتعظم دم الذبيح المجد والغنى والعظم حوالي الكرسي هاليلويا عند قدميه والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس 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 ده الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه يلا علينا يسوع هو الطريق يا يسوع انت الطريق والحق والحياة نعم نعم والخبز النازل من السماء وما فيش في غناه يا يسوع انت الطريق والحق والحياة حياة والخبز مفيش في غناه وانت اللي اتيت وكمان اتي رب الارباب وجلست وهتجلسنا في مجد مفيش في بها سبحوه سبحوه يا شعب الرب المجد والغنى والعظم حوالي كرسي والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس 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 ده الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه هللويا الكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس ده الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه الجلعان وداود النورعية فلا يعوزني شيء ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شنا ليه لانك انت معي وده اللي عزينا زي ما سمعنا النهارده ان هو معانا ما سبناش مش بيسيبنا ولا هيسيبنا لان وعده قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر اللي قدر يقول عنه داود انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب الى مدى الايام يمكن تقول الامور مش مظبوطه والكلام ده كلام وعظ ومنابر وكده وخلاص لكن عايز اقول لك قال المختبر وعند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي في تعزيات النهارده ايوه في بركات ايوه بس انت مد ايدك بس انت ارفع قلبك واطلب اسأله تعطوه اطلبه تجده اقرعه ويفتح لكم بكل سرعة عشان الوقت قال للمختبر يا أبانا شكرا ليك حبيتنا وبتحبنا وتفضل تحبنا لأن أعلان حبك كان واضح في الصليب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يا أبانا شكرا ليك حبيتنا في ابنك يسوع
يا أبانا حمدا ليك، اقبل حبنا الليلة في يسوع. أضاءت علينا أنوار حبك لنا مش كده وبس، وأشركت جوانا بوجه المسيح. هلا قول له ليلة بنورك نرى نور، ونقول مع داود إن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. تعالوا نرنم واحنا واقفين واحنا مليئين بالأشواق دي، جربنا نختم خلاص. لكن وانت واقف اشكر الرب معانا لأجل الحب الكبير اللي قدموا لينا عصر. يا أبانا شكرا لي حبتنا في ابنك يسوع، يا أبانا حمدا لي اقبل حبنا في يسوع. أضاءت علينا أنوار حبك لينا، أضاءت علينا أنوار حبك لينا، وأشرقت جوانا بوجه المسيح. يا أبانا شكرا لي ابنك يسوع، يا أبانا حمدا لي اقبل حبنا. واليوم صار جديد، والان اصبح عيد. اليوم صار جديد، نعم والان اصبح عيد في حضور المجيد يسوع، يسوع المسيح. يا ابانا شكرا لي، ايوه يا ابانا حمدا لي اقبل حبنا في يسوع. والنور لما جالي ابتلع الليالي، النور لما جالي ابتلع الليالي، تسبيحك يحلالي في اسم المسيح. يا أبانا شكرا لي، هللويا. يا أبانا حمدا لي، والأنوار هلا، والزقف اسم الرب يسوع. الأنوار هلا والظلام ولا والروح فينا علا، تمجيد المسيح. يا أبانا شكرا لي يسوع، يا أبانا حمدا ليك اقبل حبنا فيا. يلا اسمعكم والعز الإله مجد الرب. دوق يلي انت ناهي عن حب المسيح، يا أبانا شكرا ليك حبتنا في ابنك يسوع. بالعود والمزمار، هتف الأبرار، بالعود والمزمار رقصوا الأبرار، ويبقى لسنا من نار عظم. بالعود والمسمار هتفوا الأبرار، بالعود والمسمار رقصوا الأبرار، ويبقى لسنا من نار عظم المسيح. يا شكرا ليك يا أبانا، فرحته جوانا، دي القوة اللي سدانا، نعم فرحته جوانا دي القوة اللي سدانا، ورحمته سيعانا لمجيء المسيح. يا أبانا شكرا ليك حبتنا في ابنك يسوع، حمدا ليك اقبل حبنا في يسوع. أيوة إلهي صار، إلهي أمين، يشهد عنه، مباب
قوي كل السنين. أيها إلهي صار إلهي أمين يشهد عنه بات قوي كل يعلنها إلهك حي. أيها إلهي حي حبه ماله زي نعم. أيها يسوع حي حبه ماله زي جه علشان وخد مكان كان تكبيره صالح. أيوة إلهي صار إلهي أمين يشهد عنه يسوع صالح. إلهنا عظيم أيوة إلهي عظيم وفي العطاء كريم. أيوة إلهي عظيم وفي العطاء كريم ضفايت خير ومليش غير دايما هو صالح صالح. أيوة إلهي صار إلهي أمين أعلنها إلهك صالح. أيوة إلهي صار إلهي أمين قدير. أيوة إلهي قدير نعم هو سنيدي وماسك إيد علشان هو صالح. أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه مات قوي كل السنين. أيوة إلهي صالح أمرع جمال. أيوة أمرع جمال يسوع أمرع جمال صاحب الجمال صالح. أيوة إلهي صالح إلهي أمين مبارك اسمك يا رب. أترك كل أمور لديك يلي ناقشني على كفيك. تارك كل أموري لديك يلي ناقشني على كفيك. انت السلام نعم وانا في ألام يسوع السلام وانا في ألام وانا في الضيق شايفان عليك يا موت الله. رني معايا من قلبك واحنا بنختف في ليلي واحزان هللويا يا موت الاغاني في ليلي واحزان يا ضامن يا ضامن يسوع وحده نضام سلامنا مبارك اسمه الى الابد. يا ضامن سلامي يا يسوع وقت الصعب وقت الصعب هرنم فيه فرحي دائي وولي أدري. وقت الصعب هرنم فيه فرحي دائي وولي أدري. ولا إنسان ولا شيطان نعم ولا إنسان ولا شيطان ينزع فرح انت اللي عطيه موت الاغاني. يلا اسمعك قولوا معايا هللويا يا موت الاغاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي. نفسي ترفع ايدك وترنم معايا رفع ايدي بسلم ليك دفت عمري دي ملك ايديك. انا رفع ايدي بسلم ليك يا يسوع دفت عمري دي ملكي. رافع ايدي رافع ايدي بسلم ليك اخر مرة رافع ايدي بسلم ليك. قالوا
قالوا كتير يسوع الخير وانت الخير وانا عاه عليلويا يا موت الاجل في ليلي في ليلي واحزاني يا موت الاجل في ليلي واحزاني يا ضامن سلامي يا ضامن سلامي يا يسوع عليلويا بتدمع من الأجفان ويا الصبح جت الألحان بتدمع من الأجفان ويا الصبح جت الألحان وانتصار باسم يسوع انتصار موكب نصرك لينا كمان يا موت الأغاني هللويا في ليلي وأحزان يا ضامن نعم نعم قولوا للصديق رن وارفع راسك كده فرحة تحت صليبك لو متقل فجر قيامتك بكرة يبان قولوا قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان بعد حالا تلجران بيقولك ليه يا ابن تخاف قد انت رعيب واستخراب اجي يا قطيع اللي انا بحميه اجي يا قطيع اللي انا بحميه قولوا لستي اعود وتذكر بعض الاحسان هل من مرة منع الأبد أو بيت في يوم جوا قولوا للصديق قولوا للصديق أعود هل من مرة هل من مرة منع الجود أو بيت في يوم جوعان بعد حال بيقول لك ليه ده انت رعية وسط خراف ايه يا قطيع اللي انا بحميه ايه يا قطيع اللي انا بقوله للصديق خير قوله للصديق خير وانت في مرضك او تعب اشكرك صرفك لو كان صعب شوف الخير الليل شوف الخير جوه قولوا للصديق خير او تعبان شوف الخير جوه بإيمان بعد حد الإجرام بيقولك ليه يا ابن تخاف ده انت رعية ايه يا قطيع اللي انا بحميه ايه يا قطيع اللي انا بحميه قولوا للصديق اعود وتذكر بعض الاحسان هل من مرة منع ابدا او بيت في يوم جوعان قولوا للصديق اعود
وبيدت في يوم جوعان بعد حالة الغرام بيقول لك ليه ليه يا ابني تخاف يا قطيع اللي انا بحميه ايه يا قطيع اللي انا بحميه ايه يا قطيع اللي انا بحميه ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه لانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا بالحب مع اي جروح مخفيه دموعي في المكان لها عندك تقدير وحدك لها تسامح وفي يدك التدبير دموعي في المكان لها عندك تقدير وحدك لها تسامح وفي يدك التدبير ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيه وبتتعامل بالحب اشكرك مع اي جروح مخفيه ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيه بتتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه قلبي قصدك ودارع اتدخل يا قدير سهل عد الموانع شيل عني اي نير قلبي قصدك ودارع اتدخل يا قدير سهل عد الموانع شيل عني اي نير ولانك اعظم اب وبتتعامل بالحب يسوع اعظم اب لانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه عارف انك في صف نعم ضد قوى الشرير تعالج بالنعمه ضعفي حلي حلق المرير انا عارف انك في صفي ضد قوى الشرير تعالج بالنعمه ضعفي حلي حلق المرير ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيه تتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه تعبت خلاص وراجع انا للحزن الكبير اشفيني من المواجع واصنع فيا التغيير تعبت خلاص وراجع انا للحزن الكبير اشفيني من المواجع واصنع فيا التغيير لانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا صليها وانت بتقول له تعبت خلاص وراجع انا للحضن الكبير اشفيني من المواجع واصنع فيا التغيير تعبت خلاص وراجع انا للحضن الكبير اشفيني من المواجع واصنع فيا التغيير ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه ولانك اعظم اب حاسس بكل ما فيا تتعامل بالحب مع اي جروح مخفيه نفس الحقيقة أعظم أب اللي كان حاضر موجود في وسطينا